إذن أول محاضرة مقدمة. طبعا لما بيكون في عندي تيرمز إكس تيرم وأربعة تيرم واثنين تيرم، في بيناتهم إشارة مساواة بنسميها معادلة. هاي المعادلة بنسميها معادلة جبرية، وهاي الثانية ورقم ثلاث. هون باليمين differential equations. إذا شو بتفرق المعادلة التفاضلية عن المعادلة الجبرية؟ إنه أحد هاي التيرمز مشتقة، زي المعادلة y برايم زائد ثلاثة y تساوي ساين x. يعني عندي تيرم y برايم مشتقة y، إذا في إشارة مساواة، إذا صارت معادلة تفاضلية. ليش؟ لأنه فيها أحد التيرمز مشتقة. وهذا برضه مثال آخر، f برايم زائد 6 f of x تساوي ناقص x تربيع. عندي f برايم فهي معادلة تفاضلية. هون d squared v over dx squared يعني المشتقة الثانية ل v بالنسبة ل x، والمشتقة زائد المشتقة الثانية ل v بالنسبة ل y بتساوي f of x. إذا كون في derivatives، إذا it's a differential equation. بشكل عام what is a differential equation? It's an equation that relates some function with its derivatives. إذا هي معادلة بتربط بين some function ومشتقاتها. تنقسم المعادلات التفاضلية لجزئين، ordinary differential equations and partial differential equation. الآن إذا كانت y بنسميها the unknown y بالمعادلة y برايم زائد 3 y بتساوي ساين x، إذا كانت y بتعتمد فقط على x بنسميها ordinary differential equation. هون عندي على اليمين du over dt بيساوي 3 du dx، هاي اليو تعتمد على x وعلى t، فبالتالي يعني الانون تعتمد على الاقل على متغيرين، فبنسميها partial differential equation. فبالتالي هاي الدي مش لازم نكتبها زي هاي الدي، هون هاي يعني خطأ، لازم تكون دي معقوفة، تعرفوها partial u على partial t. بنقدر نكتب partial u على partial t as u sub t، هاي نفسها هي هاي اللي فوق، ودي u over dx هي عبارة عن u sub x نفسها. يعني هاي نوتيشن للبارشل ديريفيتيف وهاي نوتيشن. احنا كل الكورس تبعنا بالاوردينري ديفرنشال ايكويشنز، ما راح نتطرق في كورس 301 اسمه بارشل ديفرنشال ايكويشنز. الان لاحظ هون بنقول سم اف سم فانكشن. تفضل يا محمود. يعطيك العافيه دكتور. اهلين. عيد من الاول يا محمود. المشتقه الضمنيه ايوه تعتبر بارشل؟ لا اوردينري. نعم المشتقه الضمنيه انه انا مش قادر اكتب واي بصيغه صريحه بدلاله اكس. يعني مثلا لما بقول واي تساوي اكس، انا كاتب واي بصيغه صريحه، بس لما اكتب مثلا واي تربيع اكس تربيع تساوي واحد، إذن هون ما قدرت أطلع واي بصيغة صريحة، فمشتق ضمني. تمام. يعني مشتقة ضمنية هي مش هي البارشل ديريفاتيف. الآن أنت بتقول مثال واي تربيع زائد إكس تربيع يساوي واحد. نعم. هاي أنا ما بقدر أخلي فيها واي موضع للقانون. يعني خلينا نقول، لاحظ بدك تطلع واي، بتقول واي تربيع تساوي واحد على اكس تربيع، والجذر اذا بدك تاخذ الجذر بده يكون بلس ماينس بالطرف الايمن. يعني عندك يعني ما بنقدر نكتبها بصيغه صريحه. تمام. اذا يعتبر اوردينري، يعتبر عادي، مش المشتقه الضمنيه. يعني هي مجرد كيف تشتق لما ما بتقدر تكتب واي بدلاله اكس فقط، انه واي واكس مع بعض، فبتشتق ضمني. تمام شكرا دكتور. اوكي اهلين. الان هاي المعادله، هاي معادله تفاضليه من الرتبه n. رتبه المعادله يعني الاوردر اوف ذا ديفرنشال ايكويشن هو اعلى مشتقه موجوده بالمعادله.
أعلى مشتقة بالمعادلة بنسميه هذا order of the differential equation. The order of a differential equation in the order of the highest derivative that appears in the equation. An ODE يعني ordinary differential equation is called linear. أنا راح أوضح الآن هنا بالexamples. Determine the order of the given differential equation. Also state whether the equation is linear or non-linear. نيجي على المعادلة الأولى y prime زائد x y بتساوي x تربيع. مشان أحدد إنها linear ولا non-linear باجي على y وكل مشتقات y. بتطلع على المعاملات اللي إلهم. إذا كان المعاملات function of x only أو constants نسمي المعادلة linear. إذا كان y أو أحد مشتقاتها المعامل إلها function of y بتكون المعادلة non-linear. نيجي على المعادلة الأولى معامل y برايم واحد معامل y x بالطرف الأيمن x تربيع كلهم function of the independent variable اللي هو x. إذا y بنسميها dependent variable لأنها بتعتمد على x و x بنسميها the independent variable. إذا هاي المعادلة linear أعلى مشتقة موجودة المشتقة الأولى. إذا بنقول linear first order differential equation. رقم اثنين y برايم زائد x y تساوي y تربيع. y تربيع يعني معناها y ضرب y يعني بيكون معامل y هو y. اذا هاي المعادله نون لينير. هنا y y برايم تساوي sin x معامل y برايم function of y. y اذا نون لينير. y برايم تساوي sin x لينير. y تساوي e قوى y هاي e قوى y يعني الارجومنت للاكسبوننشال هو y. اذا نون لينير. لو كانت اي قوى اكس بتكون لينير. واي برايم تساوي واي على اكس زائد اكس اكس على واي. اذا نطلع الواي لفوق بصير واي قوى سالب واحد. اذا نون لينير. هون واي برايم تكعيب زائد واي دبل برايم تربيع بتساوي اثنين اي قوى اكس. يعني هاي معناها واي دبل برايم تربيع يعني واي دبل برايم ضرب واي دبل برايم. وهي معناها واي برايم ضرب y برايم ضرب y ثلاث مرات. إذن هاي معادلة لينير. في إشي اسمه the degree of the differential equation. طلعوا على هذا المثال السابع. الdegree هي الباور القوة اللي مرفوعة إلها أعلى مشتقة. باجي على المعادلة شو أعلى مشتقة؟ المشتقة الثانية. شو الباور المرفوعة إلها؟ اثنين. إذن بقول هاي المعادلة non-linear second order لأنه أعلى مشتقة ثانية and second degree. إذن كمان مرة الأوردر هو أعلى مشتقة موجودة بالمعادلة والديجري هي أعلى قوة مرفوعة إلها أعلى مشتقة بالمعادلة. فهنا أعلى مشتقة هي الثانية فبتكون second order وأعلى مشتقة مرفوعة للقوة اثنين إذن بتكون second degree. لاحظ الأولى هي first order first degree first order first degree. هاي first order first degree ونفس الاشي اربعة ونفس الاشي هاي واي على فكرة واي برايم هون هاي نفس الاشي first order first degree. هاي المعادلة second order اعلى مشتقة الثانية وهون معامل اثنين وهون sin x اذا linear. لاحظ مثال رقم تسعة بالطرف الايمن sin y مش sin x فبصير المعادلة non-linear. رقم 10 y برايم زائد x y تساوي 1 على y. y يعني قوة سالب 1 بالتالي نون لينير. الآن نجي شو معنى solution of a differential then y تساوي phi of x is a solution for this differential equation of nth order. If it's true that إنه إذا بعوض مكان y phi بتتحقق المعادلة. يعني بكلمات بسيطة حل المعادلة التفاضلية هو اقتران إذا بعوضه بالمعادلة بحقق المعادلة. عندي هاي المعادلة y برايم تساوي y على x زائد x على y. الآن نقول هل y تساوي x تربيع حل هاي المعادلة؟ مشان أعرف إنها حل ولا لا بعوضها بالمعادلة. هاي حطينا هون x تربيع برايم محل y وهون محل هاي ال y حطينا x تربيع محل هاي ال y حطينا x تربيع. صار بالطرف الأيمن x
زائد 1 على x. شو مشتقة الاكس تربيع؟ 2x. هل 2x بتساوي x زائد 1 على x؟ لا، اذا مش حل. هون y برايم بتساوي 5y. هل بدي اشوف هل y بتساوي الفا في اي قوة 5x حل هاي المعادلة؟ مشتق هاي بتساوي 5 الفا اي قوة 5x. هاي هذا. هل بتساوي 5y اللي هي 5 في الفا اي قوة 5x؟ يس ات از. هذا طرف يساوي هذا طرف، هذا تعتبر الفا اي قوة 5x هي حل هاي المعادلة y برايم تساوي 5y. Find the value of m for which y تساوي e قوة mx solves y double prime زائد 2y prime ناقص 8y تساوي 0. إذا بدي شو قيم m اللي بتخلي هاي e قوة mx حل هاي المعادلة. بنعوض مكان y e قوة mx، هاي هون عند y double prime هيها m e قوة mx double prime زائد 2 e قوة mx برايم ماينس 8 اي قوة ام اكس. الآن شو مشتقة شو المشتقة الأولى؟ ام في اي قوة ام اكس. شو المشتقة الثانية؟ ام تربيع في اي قوة ام اكس. هون بصير زائد 2 ام اي قوة ام اكس ناقص 8 اي قوة، طلع الاي قوة ام اكس عامل مشترك، بضل من هون ام تربيع، من هون 2 ام، ومن هون ناقص 8. احنا بنعرف انه اي قوة ام اكس لا تساوي صفر لكل قيم اكس. إذا معناته شو اللي بيساوي صفر؟ أم تربيع زائد 2 أم ناقص 8. بنحللها أم زائد 4 فأم ناقص 2. يعني أم تساوي سالب 4 وأم تساوي 2، هاي القيم اللي بتخلي إي قوة أم إكس حل هاي المعادلة. إذا يعني الحل الأول إي قوة ناقص 4 إكس والثاني إي قوة 2 إكس. واي تساوي إكس قوة أم سولفز x تربيع y دبل برايم ناقص 6 x y برايم زائد 4 y تساوي صفر. الx بوزيتيف. نيجي بنعوض x قوة m بالمعادلة. إذا هاي الx تربيع هي عوضنا مكان الy هاي x قوة m دبل برايم. وهون نفس الشيء مكان الy حطينا x قوة m، وهون مكان هاي الy حطينا x قوة m. الآن شو المشتقة الثانية؟ أول مشتقة m في x قوة m ماينس 1. والمشتقة الثانية m في m ماينس 1 في x قوة m ماينس 2. هيا وهي المشتقة الأولى. الآن بضرب الـ x تربيع في هاي، هون بكون عندي ماينس 2 وهون 2، بضل x قوة m، وهي x قوة 1 لما أضربها بضل x قوة m. إذا بنطلع x قوة m عامل مشترك، هيا بضل هون m في m m تربيع ناقص m، وهون بكون 6m، 6m ناقص m بضل 5m. هاي الأربعة زائد أربعة. طبعا X بوزيتيف، إذا X قوة M لا تساوي صفر، إذا الأم تربيع زائد 5 أم زائد 4 اللي بتساوي صفر. بنحللها أم زائد 1 في أم زائد 4، إذا قيم الأم سالب 1 وسالب 4. يعني بيكون هون الحل الأول X قوة سالب 1 والحل الثاني X قوة سالب 4. هاي هذا مش مهم في ساين هايبربولا، مش مهم المثال. The value of a such that y تساوي 3x تربيع زائد a is a solution لهاي المعادلة. يعني بدنا نوجد قيم a هاي اللي هون y تساوي 3x تربيع زائد a اللي بتخلي هذا المقدار y هو حل لهاي المعادلة. باجي بعوض y بالمعادلة. شو المشتقة الأولى؟ 6x. شو المشتقة الثانية؟ 6. فباجي بعوض مكان y دبليو برايم 6 هيها، ومكان y برايم 6 اكس بصير 3 اكس زائد 1 في 6 اكس هيها، ناقص 8 في y اللي هي 3 اكس تربيع زائد a. الان نضرب هون عندي 6 اكس تربيع وهون عندي 18 اكس تربيع، صاروا 24 اكس تربيع، وناقص 8 في 3 برضه 24. بروحوا 2 في 6 12 هيها، وهون عندي هون بصير 6x، وهون بالطرف الايمن 6x بروحه، وهون بضل ناقص 8 a هيها تساوي 4. اذا a شو بتساوي؟ 1. اذا القيم اللي بتخلي هاي يعني لازم تكون y تساوي 3x تربيع زائد 1 مشان تكون حل هاي المعادله.
الآن هون the substitution u بتساوي 2 x زائد 3 y transforms of the differential equation dy over dx بتساوي 2 زائد 2 x زائد 3 y على 1 ناقص 4 x ناقص 6 y. الآن منطلع y من هون يعني 3 y خليها بجانب بتصير 2 u ناقص 2 x وبعدين بنقسم على 3 فبصير إذا الآن إذا بشتق بالنسبة لإكس بصير دي واي دي إكس اللي هي واي برايم بتساوي يو برايم وناقص 2 إكس مشتقتها ناقص 2 إذا بصير واي برايم بتساوي يو برايم ماينس 2 على 3 فبنيجي بنعوض بالمعادلة بنحط محل دي واي دي إكس اللي هي واي برايم يو برايم ماينس 2 على 3 الآن هاي 2 إكس زائد 3 واي اللي هي يو بصير 2 زائد يو وهنا طلع الاثنين عامل مشترك ماينس 2 طلعها عامل مشترك بظل 2x زائد 3y هنا بظل يعني 1 ماينس 2u الان نضرب في 3 وبنجيب ناقص 2 للطرف الايمن بتصير موجبه بتصير المعادله u برايم بدلاله u بهذا الشكل ننتبه لهذا الاكزامبل 5 if phi of x is a solution of the initial variable الآن لما بيكون عندي معادلة وفي معها initial condition بنسميها initial value problem IVP initial value problem يعني بتكون معادلة زائد initial condition فإذا كانت phi هي حل هاي المعادلة إذا معناته بنعوض مكان y بphi بصير phi double prime of x هيها زائد cosine x phi prime of x زائد sine x في phi of x تساوي x زائد e قوى x الآن given أنه phi عند الصفر بتساوي صفر و phi prime عند الصفر بتساوي سالب واحد إذا شو المطلوب إيجاده phi double prime عند الصفر فالآن نيجي بهاي المعادلة منعوض مكان ال x صفر بصير phi double prime of zero هنا cosine zero اللي هي واحد phi prime zero اللي هي كم ناقص واحد ناقص واحد في واحد بظل ناقص واحد ساين الصفر صفر وفاي الصفر صفر إذا هذا مقدار صفر نعوض مكان الإكس ساي صفر وإي قوة صفر تساوي واحد صارت المعادلة فاي دبل برايم أوف زيرو ناقص واحد تساوي واحد ففاي دبل برايم أوف زيرو بتساوي واحد زائد واحد اللي هي اثنين هاي المحاضرة الأولى خفيفة مين عنده أي سؤال إذا قبل ما تسألوا خلينا إحنا نلخص شو اللي صرنا نعرفه بعد اللي حكيناه بنعرف شو معنى solution إنه function بعوض بالمعادلة بيتحقق المعادلة شو معنى order أعلى مشتقة موجودة بالمعادلة شو معنى degree أعلى قوة لأعلى مشتقة بالمعادلة شو معنى linear شو معنى non-linear equation شو معنى ordinary differential equation شو معنى partial differential equation هذا ترخيص للي احنا اليوم اللي المفروض نعرف مين عنده اي سؤال دكتور تفضلي يعطيك العافية يا بدي اسألك انه هلأ السلايدات وهيك في طلاب يعني بيجيبوا شرح دوسيات وهيك ولا بس نعتمد على السلايدات يعني في داعي أنا سامح لكم يعني تدرسوا من أي مكان أنا بنصحكم تلتزموا بالسلايدات والتمارين اللي موجودة بالتكست بوك اللي موجودة التكست بوك عبرضه على الإي ليرنينج يعني السلايدات زائد حل تمارين يعني مثلا المحاضرة الجاية لينير ديفرنشال إكويجن تيجي أنت على الكتاب تفتحي على لينير على الإكسرسايزز وبعد ما تفهمي النوتس والفيديو بتروحي على الاكسرسايز وبتحلي وبتطلعي على الفاينل انسر باخر الكتاب بالانسرز تمام يسلم دكتور بصير خربطه كثير اذا انه بدك تقراي من الدوسيه هاي ومن الدوسيه هاي ومن التكست بوك هذا ومن النوتس ومن الفيديوز هيك يعني بصير خربطه كثير عندكم يعني نحن طلاب نسعى مثلا العلامة عالية بدنا العلامة العالية من هاي المادة هو كافي النوتس بالكتاب كافي للعلامة العالية ان شاء الله يا رب دكتور بدي اسألك كمان المحاضرة رح تكون مسجلة ولا ايش؟ مسجلة
يعني قناتي على اليوتيوب موجودة على اي ليرنينج، تدخلي عليها بتلاقي يعني محاضرة اليوم وبنفس العنوان بتلاقي يعني انا صار لي يعني من بننزل على القناة هاي من 6 فصول تقريبا، يعني راح تلاقي 6 فيديوهات مشابهة للفيديو تاع اليوم. المادة كلها دكتور أنت شاريحها يوتيوب يعني؟ ها؟ وأكثر من فيديو، يعني كل موضوع تلاقي عليه أتليست 5، بس كافي إنك تحضري واحد يعني. تسلموا دكتور. دكتور علي صوتك شوية سارة. يعطيك العافية يا هلا. دكتور، بدي أسأل عن الكويزات، رح تكون أونلاين؟ لا، الكويزات بالجامعة، كويز واحد. يعني ما في مجال إنه يكون أونلاين؟ يعني مثلاً أنا موجودة بمكان بعيد ومش منزلة غير هاي المادة بس عندي للتخرج، ما في عندي غير مادة طيب، واحدة بالفصل يعني هذا. 3 مرات بس راح تيجي، مرة على الكويز ومرة على المد ومرة على الفاينل. طيب شكرا دكتور. زين، يعني مش كل اسبوع بدنا نعمل كويز، هو مرة واحدة. كويز راح يكون فيه 10 علامات على كويز وفي 10 علامات على تو هوم ويركس، هذول يعني بتقدموهم اونلاين الهوم ويركس هوم ورك. في عندكم أي استفسار، أي طلب، أي سؤال؟ دكتور تفضلي. هلا المادة هاي رح نقدر نكملها كاملة يعني قبل الفاينل هيك؟ كيف؟ يعني رح نختم المادة كاملة الصيفي، بكفي للمادة كاملة؟ وزيادة الصيفي فيه وقت أكثر من الفصول العادية. يعني الفصل الثاني تخللوا عطلة أسبوع لعيد الأضحى، الصيفي ما في الأوقات هاي اللي هي 5 محاضرات في الأسبوع، هو أكثر من عدد المحاضرات اللي على الفصل الأول وعلى الفصل الثاني.